أنت اللي عم تدفع مصاريف العلاج مزبوط؟ ما في داعي لهذا الحكي، لا تفكر بشي، المهم هلأ صحتك. لشو عم تساعدنا؟ شو السبب؟ أنا بساعد كل الناس عم مصافي، مو أكتر. ما حدا بيساعد التاني هيك بدون سبب، وراح ندفع لك ديونك بأقرب وقت. بنتي انجبرت تتدين وأخدتهم. أنا وملك عم نشتغل بنفس المكان وصرنا مثل عيلة وحدة. ملك تعذبت كتير، وأنا ما ضل عندي ثقة بحدا، وما رح أقبل حدا يزعلها بعد اليوم. ما عاد رح أترك ملك لحاله. أنا فهمان عليك شو بتقصد عمو، ومعك حق، بس العالم مو كله مثل بعضه. صدقني الدنيا لسه فيها خير. الشركة المنافسة موقعة معهم، وأنا عرفت هاي المعلومة من شركة التوريد، وكمان عدنان بيك عطانا مواعيد محددة. هاي المواعيد مهمة كتير جود بيك، لأنها بتخص الكشف عن الإنشاءات كلها. إذا ما تحركنا بسرعة رح يصير معنا مشكلة كبيرة. جود بيك؟ إيه جود بيك، شو بدك نعمل بخصوص هاي القصة؟ نحن عم نستنى توجيهاتك. جود بيك؟ جود بيك؟ في مجال شوفك اليوم؟ لا أنا بدي هلأ وبسرعة. طيب خلينا نستقبلك عندك مكتبنا، اكتب العنوان. ماشي أنا جاي لعندك فورا. ما أخذ التنبيهات بجدية، فهم علي هالمرض مو مزحة. عندي مرضى لما عرفوا إنه معهم قصور حاد بالكبد أغمى عليهم، وإنت مو فارق معك؟ مو عدنان بيك اللي بيستسلم لقصور الكبد يا دكتور. عدنان بيك لازم تفوت على المشفى بأسرع وقت، وتكون تحت المراقبة 24 ساعة، ولازم كمان تبلش بالعلاج فورا، وإلا رح خبر عيلتك عن وضعك. ما بدي حدا يعرف بوضعي. قصور الكبد بيتطور بسرعة كبيرة وما بتقدر تخبي كتير. هلأ خلينا نكمل الدواء تبعي، وأنا ببقى بخبرهم بالوقت المناسب. ألو صبري، أنت بالمكتب؟ ماشي جاي لعندك فورا. عمو صافي رجال وأبحنه، مع أنه وضعه الصحي صعب بس عم يحاول يحميكي. برافو. بابا بيخاف علي من كل شي. صحي شو قالك لما طلعت أخذت الإبرة؟ ليك يا ابني علي، أهروب من بنتي ملاك، ولاقي لك شي طريقة لتخلص منها. هو معه حق، وأنا برأيي تسمع منه. لا مو هذا اللي صار، شيل المزح على جناب، أنا عن جد خفت من أبوكي. شكلك أكل بهدلة مرتبة. لا تسألي، حطني قدامه وبلش يسمع لي، حسيت حالي طالب مدرسة. بس الحمد لله نجحت بالامتحان. وهو بشو امتحنك بالله؟ امتحان بالرجولة. ألو نعم. شو مطول؟ لا مالي مطول، جاي على الطريق. لا تتأخر. تفضلي بنتي. عذبت حالك؟ كأنه جايك ضيوف. وحدة عملت لي مفاجأة. مين؟ حابة تعرفي؟ لا والله مو حابة أعرف، بس عم أفتح معك سيرة مو أكتر. لك أختي الكبيرة. ليش أنت عندك أخت؟ طبعا عندي، عائلتنا معروفة وكتير كبيرة وأصلنا عريق. أنا وياها نفس الأب بس من غير أم.
هلا أنا بعرفك عليها. إيه ليش لا؟ كيفك هلا؟ صرتي أحسن؟ بردتي شي؟ ساوقت لك زهورات لحتى تدفيكي، رح تشربي منه وتدعي لي، وحطيت لك معه عسل. زاهدة في شي بدك تقولي؟ روحي انتي حبيبتي، لا تتوتري، اهدي شوي. بدك تكتبي؟ وقفي وقفي، انا رح اجيب لك قلم. ماشي خدي اكتبي هون، يلا جربي، يلا يلا اكتبي على مهلك زاهدة. ايه تمام، برافو. معلش شوفوا أكرم، مين هذا أكرم؟ يا حسرتي عليك، ولا يهمك حبيبتي. شرفتنا جود بيك، شكرا. أهلا وسهلا، البيك عم ينتظرك، تفضل. عم تشتغل معي شغل مافيات ومسمي حالك أمير أوزديمير؟ أكرم، أنت طبعاً فيك تنادي لي عمو. الواحد لما بده يتقرب من شخص بيستخدم الصديق أو الأخ أو يمكن العم. عدنان كبرك بس ما سواك زلمة، وإلا كنت قدرت تميز. لا تحكي معي بالأخلاق، فهمني شو بدك. لما كنت بدي أرجع من ألمانيا، أبوك طلب مني اشتري لعبة قبل ما يموت، وهلأ صار لازم أعطيك إياها. ما قدرت أعطيها لآدم. لا تجيب سيرة أبي أبدا. مين اللي عم بيساعدك بهالموضوع؟ فهمني أنت شو بدك مني. أبوك مات بسببه لعدنان كولكاي. وليش بدك يعني سدي؟ مش عن مناقصة؟ مشكلتي معه مو بالشغل، افهم علي. ايه احكي شو المشكلة لكان؟ وشو علاقتك بأبي؟ عدنان مو بس تسبب بموت أبوك، حتى أنت ضحيت بحياتك منشان كذبة. ورح يظهر الحق قدامك، ورح تشوف وش عمك الحقيقي. إذا أنت عندك مشاكل مع عدنان كولكاي، حل أنت وياه سوا، ماشي؟ فرجي حالك وروح لعنده وحاسبه. صدقني رح يتحاسب، رح يتحاسب. شوف أكرم أوزديمير، قصدي عمي، عدنان كولكاي مانو عدوي، وبكرة بعد مناقصة المينا رح يكبر كتير شغلي أنا وياه. عم تفهمني؟ فلا بقى تزعجني. قانونياً في عنا ثلاث أنواع وصايا، المكتوبة
والشفهية والرسمية. بدي الرسمية، هيك بضمن ما يصير مشاكل بنو. ماشي، أنا رح جهز لك الوصية ومناخد موافقتك ومنصيغة، وطبعا بيلزمنا شاهدين. ماشي، انت ساوي اللي بيلزم يا صبري، أنا ما عندي وقت. بدي خلص هاي الشغلة بسرعة. طبعا عدنان بيك، بس حاسك مو طبيعي. كتبت كل شيء قلت لك إياه، ما بدي يصير معهم أي مشاكل. طبعا، بس بدي توقيعك عليهم. ايه بالعادة ما بتمر الى عنا، شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ على كلين، جوعانة انت لحتى اجيب لك شي تاكلي؟ مو جوعانة، بس قال لي علي نحنا جايين. شو بيقصد؟ في حدا جاي معه؟ ايه في صبية عم تشتغل عنا بالمطعم جديد. هالخبر كتير منيح. ليك عمو رشاد، عم قول لحالي بينعمل لهالمحل اصلاحات وبصير فخم كتير. ليك لقلك، الواحد لازم يكون قنوع وحمله خفيف لحتى يقدر يتخلى عن كل شي بس يروح على القبر. ملك انت منيحة؟ ملك منيحة منيحة، روح هلأ بجي وراك. لك كيف منيحة؟ شوفي لونك مخطوف، روحي على غرفتك تسطح. يلا ما بدي اتسطح، بدي اتعرف على اختك. اسمعي الكلمة وروحي على غرفتك، يلا تغطي منيح. يا أهلين. أهلين فيك. أنا عن إذنكن. شوف جبت لك معي هدية، لساتك بتشجع بشكتاش؟ ايه طبعا، معقولة يعني بيع فريقي؟ حلوة حلوة كتير، شكرا لإلك. ايه ما بدك تعرفني على حبيبتك؟ ومين قالك انه انا عندي حبيبه نورا؟ ليك علي لا تقلي ما في شي بيناتكن. صدقتي ولا لا هي مشكلتك، بالنهايه انا شخص حر ووحيد. ايه انت هيك عن جد عايش مثل العصفور الطيار. يا ريت انا وضعي مثل وضعك، ماني قدراني ضل معه ولا قدراني اتركه ابدا. يعني ما تصالحته؟ هو حب وحدة تانية وإجا وقال لي رح أتركك وروح معه، بس ما قدر. أنا ما خليته، والبنت أكيد تقربت منه كرمال مصرياته. هو غبي ما حس عليها. شوف أوعك تقول للبنات مين هو أبوك. أنت لهلأ ما قلت لحبيبتك؟ ما بكرة أكيد لحالة بتحس وبتعرف مين أبوك. تعرفي عن جد هالبنت مو مثل كل البنات، وكل ما بحاول أنسى مين بيكون أبي بترجع وأنتوا بتذكروني مين بيكون. يا ريت أنا كمان أقدر صير مثلك. أنا لهلأ ماني قدراني أتخلى عن أبي ولا عن زوجي. بما أنك واصلة لهي المرحلة صار لازم توقفي على رجليك نورا، تركيهم واعتمدي على حالك. ليش درستي وتعبتي إذا بدك تضلك تابعة لإلهم بكل شي؟ ليك ما إجيت لعندك كرمال تقسى علي؟ أنا ما عم أقسى عليكي أبدا، خليني قلك كل يلي بقلبي وارتاح من هالهم. ماشي، انت اجيتي ودقيتي بابي وقلتي اخي، والاخوه لازم يكونوا صريحين مع بعض وكمان ينصحوا بعض، واذا انت ما عجبك هذا الشيء ارجعي لحياه الكذب. خلاص خلاص موافقه، احكي كل شيء بدك اياه. بكفي حاجه تكوني تابعه لحدا نورا، صار لازم توقفي على رجليك وتقومي. رحت لعند علي اليوم وكان بيودي إلكم بسلام عليكم، بس والله ما قال لي سلام على حدا منكم. وكمان حاول يخبي علي، بس كأنه في عنده حبيبة. شو بسرعة نسي هديك البنت؟ كرمالة إجا وكسر لي البيت كله، شو صار له هلأ؟ الواحد لازم ينسى الماضي تبعه مشان يقدر يعيش، وعلي هيك عم يساوي هلأ. عقبال عندي.
أهلين حياتي، فينا نحكي شوي؟ إيه طبعا، بالأول كل بعدين منحكي. هلأ لأنه الموضوع ضروري. كيف أبي ما تجاوبني؟ أنت شربان شي؟ حاسس إنك سكران. وكمان ماني شربان شي. قلي أبي كيف مات؟ لو سمحت جاوبني، أبي كيف مات؟ بظن حكينا من قبل بهالموضوع، ليش جاي عم تسألني هلأ؟ بدي أسمع القصة منك مرة تانية، بيجوز في شي ناقص. الظاهر انك مشتاق لابوك. متأكد مات بأزمة قلبية؟ انا اخذته بايدي على المستشفى هداك اليوم، وادم فات على غرفة العمليات وما طلع منها. شو صاير؟ حدا موصل لك شي؟ شوف، في كتير عالم عم يحاولوا يوقعوا بيناتنا وبدهم يهدونا. انتبه منيح، حكينا بهالشغلة من قبل مو؟ خير فيك شي؟ أنا منيح منيح. أعطيني الدواء من هداك الدرج الجود لو سمحت. شو هاد؟ زايدة تشنجات المعدة عندي، مو أكتر. لا تقلق، معافى إن شاء الله. جود، كل العيون علينا، بدهم يحاولوا يفشلونا. انتبه. ألو، شوف تقارير آدم أوجاك الأصلية، قلت لي ما حدا بيلاقيها، مزبوط هالشي؟ منيح، ممكن يلزمني التقرير اللي بدلناه. تصرف. يلا يا روحي زاهدة، ساويتلك شربة كتير طيبة، يلا دوقيها. هاي وقفتلك الدواء لحتى تطيبي، يلا افتحي تمك. ايوه هيك، وهي معلقة تانية، افتحي تمك. ايوه زاهدة، مين هذا اكرم؟ يعني اذا بتقليلي مين بقدر بساعدك بشي. خلص خلص استني بلا ما تتوتري شوي، هلأ برجع لعندك. مو الصبح كتبتيلي؟ يلا هلأ اكتبيلي، يلا.
امسكي لشوف. يلا يلا اكتبي، يلا يلا اكتبي. برافو، ايه حاولي. لاقي بدك ياني لاقي أكرم؟ يا ريت لو بقدر لاقي. كيف بدي لاقي؟ في ألف واحد اسمهم أكرم بالبلد. أنتي وشاهيناز مالكن أخوات صح كلامي؟ صار يلعب بسرعة أكبر بكتير. من جوا من جوا، شوفوا مشاهدينا، شوفوا لكواريزما. كواريزما بمرر الطابة لزميله. لجوا 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 بتجاه المرة. برافو، شغيرة طويلة للطابة، بترجع لأولجاي. أولجاي يخرب بيته على هاللعب. المرمى فاضي قدامك أولجاي. العمى معقول ما بيعرف يشوط الطابة؟ لك انا قاعد دفيان وعم تفصفص بزر ولا على بالك؟ زير العاب محله وتفهمان. يعني بدك ياني روح شوط الطابة عنه؟ بالله لو كنت بالملعب راح تخبص باللعب مثلهم ويمكن اكثر، فلا تتفهمن علي. فكرك ليش انا ما بروح؟ تعرف شو السبب؟ لانه كل ما بروح منخسر. ضربة طويلة توصل لمنتصف الملعب. محاولة من الجناح الايمن لبيشكتاش. محاولة لبيشكتاش. هلا اكيد رح يسجلوا جول. بيستحوذ على الطابة مرة ثانية. ما مشي الحال للاسف. يلا. تمريرات طويلة. لاعب رقم 10 بيقدر يضرب الطابة من اليمين. من اليمين. يلا يلا من هون احسن لك. غبي 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 غبي. دخيل الله العالم، ما بتعرف تلعب. مباراة شو هاي؟ دفاع لخط الوسط. الوسط لحسن حظك انه خالي قاعد. روحي ارتاحي هنيك، روحي. يلا 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 خلوني روح اشر هالتومات بسرعه. شو بنتي؟ ما بتعرف تلعب. اختي بيقلب لحيوان نظامي لما بيجي المباراة. اصحك تقربي عليه بلا ما تطلع الفشة براسك انت. تمريرات بين لاعبين دفاع الخصم وتمريرة طويلة بتوصل لمنتصف الملعب. بيستلم الجناح الايسر. لك شبك. يلا كواريزما بينزله. يلا ما تشوط. ليش عم تعطي باص للي جنبك؟ شوط شوط قدامك فاضي. شبك فكرهم عم يسمعوا. كواريزما وانت شو دخلك؟ اه بتفهمي بالطابة شي؟ قولي لي. تمريرات طويلة. شو عرفك اني ما بفهم فيها؟ طيب اشرحي لي شو يعني تسلل. رح قلها باص لقدام، واذا كان المهاجم واقف ورا الدفاع بينحسب تسلل توت وبيصفر الحكم. كواريزما 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 مرة لزميله. لك لا تلهيني بدي اسمع. كواريزما مرة تانية. شوفوا على اللعب الجميل. سدد يا كواريزما. يلا سدد مباشرة. جول 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 جول. عملوها الشباب، عملوها عملوها. برافو يا شباب. ريكاردو هو يلي سجل هالهدف، احسن لاعب بالفريق. هيك ها بيضتوه يا شباب. على وشك فوتوا الجول. ريكاردو اسم حلو مو؟ ايه ماشي حاله. لكان اسم الولد ريكاردو ماشي؟ ايه ممكن. حلو هالاسم، حلو كتير. ما راح تلاقي احلى. ايه يلا عمو جاي لعندك. لا 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 تعي عدي عدي عدي. على وشك فوتوا الجول. جبتي لي الحظ انت، ما في روحه من هون ممنوع. مرة تانية بشكتاش بيستحوذ على الكرة. مرة تانية مرة تانية. حلو هذا اللعب. رح نربح. تمريرات قصيرة بين اللعيبة. تمريرات بسيطة. واحد اثنين ثلاث. الله الله. جول للمرمى. جول. سجلنا جول. جول. مشغول شي بابا؟ برجع لعندك بعدين؟ لا بنتي، فوتي قعدي هون. أنا حابة إني أشتغل بابا. وليش بدك تشتغلي؟ كل الموضوع إني ما عاد بدي ضل قاعدة هيك، مليت واختنقت. ليكي نورا، أنا حاسس فيكي، بس يعني
ما بيطلع بإيدي أي شيء. أصلاً أنا ما عم أحكي هلأ مشان تعمل شيء كرمالي بابا، بدي أعمل كل شيء لحالي، هيك ناوية. أنت درستني بالجامعة، يعني بدي أشتغل إذا سمحت لي بالشركة، وإذا لا بشتغل برا الشركة تبعنا، بس أنا بدي وقف على رجلي لحالي. نورة خلاص لازم تعتمد على حالها بقى، مزبوط؟ هاد يلي بدي إلك يا ماشي. إذا رح تكوني مبسوطة بالشغل تعي وبلشي عنا بالشركة. شكراً كتير بابا حبيبي، أنت شكراً كتير عن جد شكراً. خلص تأخر الوقت، يلا عنهم يلا. جود أهلين حبيبي، إلي كم يوم بدي اتصل فيك، ليش ما عم تحاكيني لتكون زعلان مني؟ أهلين جود. أمي تعي قعدي هون بدي أحكي معك. شوفي ابني. أدي أبي كيف ما تجاوبيني؟ خير إن شاء الله. شو جاب هالسيرة على بالك؟ ليش عم تسألني هالسؤال هلأ؟ أمي معلش تردي على سؤالي؟ اجت أزمة قلبية، وبوقتها كنت حامل بأختك دينا، وعدنان بيك خاف وبسرعة نقله على المستشفى بدون ما يخبرني حتى، وأنا تركتك عند الجيران ورحت ورا. هذا يلي صار. ولما رحتي كان لساته عايش؟ لما أسعفوه على المستشفى كان لساته عايش، وبعدين فوتوه على العمليات بس ما طلع منها. حتى أنا ما شفت أبوك. يعني مات بالعمليات مزبوط؟ أخي إلنا أنت بتعرف شي تاني؟ يعني كان دائما يحس بنخزة بقلبه وما يرضى يروح على الدكتور أبدا. فهمني أخي شو القصة؟ مع الأسف لما قال لي الدكتور خسرنا أبوك أنا وقعت من طولي وغميت، والحمد لله أنه ما صار شي لدينا، وفورا عدنان بيك اهتم فيني وخلاهم يحطوا لي سيروم. الله يسلمه ويخليه. الحاج كل شوي تقولي لي الله يسلمه ويخليه. كيف ما بدي اقول ابني؟ عدنان بيك اهتم بكل شيء بخصنا وامن لنا كل احتياجاتنا، واعتبرك مثل ابنه بالضبط، وله فضل كبير عليك لحتى وصلت للشيء اللي وصلت له. ليش انا لوين وصلت؟ مشان الله اهدى شوي، حاسستك مو مصدق كيف مات البابا مزبوط؟ معقول يكون انقتل؟ بلا حكي فاضي انتو اتنين، ابوكم ما كان عنده اعداء ابدا، منين بتجيبوا الحكي انتو؟ حبيبي ما رح تكون حياتنا كتير سهلة، بس بوعدك اتحدى الدنيا كرمالك، رح اعمل المستحيل لضحكك واسعدك وابني لك مستقبلك. ابوك الحقيقي ما رح يكون معنا، بعرف ما رح يكون سهل عليك تعيش بدون أب، بس في شب حنون ناطر جيتك ورح يكون مثل أبوك الحقيقي وبيجوز أحن منه. أنت رح تحبه ما هيك؟ ايه على علمي كنت تحب كرافانتك وحرقتها. ايه صح. انت شو في ببالك يا خال؟ بعرف انه في ناس بيسكتوا لانه عندهم شغلات كتيرة جوا، وفي ناس غيرهم بيسكتوا لانه ما عندهم ولا شي جواتهم، فانت انو واحد منهم؟
الكرفانة كانت حلمي مع أيلول، ولازم فيق بقى من هالحلم لأنه تحقيقه صار مستحيل. شوف يا حبيبي، الحياة اللي عايشينها ما أنا مزحة أبدا، بدنا نعيشها مثل ما هي بالطول وبالعرض بكل شي فيها. وإذا خطر عبالك تطلع لورا، بتحط ببالك أنه ما لازم تندم على شي، ما لازم تعمل حالك أنك عايش بس كرمال غيرك. عيش كرمال حالك أنت مو كرمال حدا تاني. خالي أنا عم دير بالي على هالبنت كرمال الولد. طيب شو علي؟ حلو الشي اللي عم تفكر فيه، بس كمان بدي منك أنه تفكر بمشاعرك. على فكرة عم تشغل لي بالي بهالكم يوم لك يا خال. خالي انت كنت تقول الرجال المبلول ما بيهمه المطر. ايه بس انك تكون اب شي تاني، لانه لما بتقول انا اب ما بيصير تتراجع وتبطل على كيفك وتقول ما عاد بدي. فكرت بهالشي؟ فكرت وسألت حالي كتير. اي انا بدي هالولد. طيب سألت اللي هون، ها هون شو عم بيقلك؟ اذا كان اللي هون عم يقلك موافق فالباقي سهل. ما بدي اياك تفكر بصوت واطي، بدي تعلي صوتك وتقول بدي هالولد. انت عم تحكي عن الحب، ليش نحن بقي فينا شي لنحب؟ أنا عم قلك إنه بردان، وإنت عم تقلي التلج حلو. صعب هيك؟ إنت مثل يلي عم يقول. خالي أنا بدي أمشي على حفة الجبل العالي. طيب ماشي، شو علي؟ أمشي أمشي مثل ما بدك، ولا تسمع حكي هالختيار، خليك هيك ماشي. كمل كمل شغلك. إذا تعبت وبدك تفوت تنام اتركها خالو. كملوا لها. مرحبا، يعطيكم العافية. مين مدير القسم هون؟ أنا. تفضلي. شو اسمك؟ نيفين. نيفين خانم، أكيد حضرتك بتعرفي مين بكون أنا. ماني متأكدة بس حاسة أني شايفتك، بس ماني متذكرة وين. إذا هيك لكن خليني أعرفك عن حالي لحتى ما عاد تنسيني. أنا نورا أوجاك كولكاي، ومن هلأ رح تشتغلوا معي أنا. بس أنا ما وصلتني أي تعليمات. وهلا وصلتك. اصحى حدا منكم يفكر اني اجيتوا معي واسطه. انا دارسه علاقات عامه. بدي اطلع على المشاريع كلياتها، خليني اشوف شو عملتوا، لانه انا ماني مبسوطه كتير من اعلانات الشركه. ارتاحي، ليش لساتك واقفه؟ تفضل. جبت لك الملف اللي طلبته جود بيك. اعطيني لشوف. في شي تاني؟ شكرا لك. بالإذن منك. شو مراد؟ انحلت المشكلة ولا لا؟ طيب وانت رحت عن نيابة؟ تمام، خلينا نستنى، بس ما بدي أي حدا فيهم يعرف اسمي. ماشي، برجع بتصل فيك بعدين. شو عم تعملي هون؟ من اليوم ورايح رح تشوفني كتير، لأني صرت المسؤولة عن أعلانات الشركة جود.
لحظة لحظة، ما فهمت، اشرحي لي شو؟ أنا مو بس مرتك حبيبي، أنا كمان زميلتك هون بالشغل. ليكي نورا، بدون إذني ممنوع تشتغلي شي. بس هاي الشركة بتكون شركة بابا، وهو يلي سمح لي اشتغل فيها. شوف، جهزت هدول، كان لازم تشوفهم كيف انصدموا. ما بدك تشوفهم؟ تركيني لأنه شغلي لفوق راسي. بعرف أنك ما بتوثق فيني، بس أنا بوثق بحالي، ورح تشوف بعينك كيف رح فاجئ الكل. تفضل. خلصت علي؟ ايه خلصت. شكرا أخي. ما بدكم شي تاني؟ إذا أنت مشتهية شي تاني خلينا ناخده قبل ما نروح ملك. شكرا معلم، ما بدنا. الأسبوع الجاي رح نكسب المباراة. ها إن شاء الله، بس أنت لا تجي لحتى نكسب. ماشي. يلا شو معلم، ما بدك محار؟ كاس السمك، كاس السمك. إذا بتحبي المحار لحتى أخذ لك. خلينا نروح، في حامل بتاكل محار لك علي. شو بعرفني أنا شو كنت حامل من قبل؟ شبك وطي صوتك، مو شايف في عالم فضحتنا؟ ما في حدا هون ما بتعرفه. أنت يلي عم تعيطي علي هلأ. شو بدك العالم تحكي علي وتقول مرته عم تبهدله لأنه هن مفكرينك مرتي؟ يلا علي عجل. أوه شوفي هالأخطبوط منظره بالشهر. تعي لك مشان الله علي، خلينا نروح يلا. بيحمل هالشجر يا ترى؟ ايه بيحمل، ليش حتى ما يحمل؟ اذا سقيته بايدك قدرت بالك عليه طبعا، بس ما بدك تنسى تقلمه، وبالموسم كمان. دايما بترمي شجري بحجارك، بس بالاخر ما بيصير الا اللي بدي اياه. ايه قلم شجرك ووزع خيراته، الله بيبارك لك فيه وبيبعد عنك المشاكل. وبدك ما تنسى انه في شوية غصان صغيرة منه لازم تنكب. على كل حال انا بس يجي الصيف رح لم هالمحصول اللي بيطلع ووزعه لأهل الخير. الله يعطينا عمر من هون للصيف يا رشاد. وينه ابني هون؟ هلأ بيجي. فوت لقلك، اذا جوعان من طعميك واذا شبعان من شربك شاي. تفضل. لا تشغلها. نسمع شي؟ ماني متحملة اي صوت ابدا. طيب شو هويتك معك ملك؟ لشو الهوية؟ اعطيني اياها لشو. ليش لازمتك؟ لانه بدي بلش باجراءات التأمين من شانك، وبدي مر على البلدية يعني مشان كتب الكتاب. طبعا اذا انت موافقة. ساكتة كأنه. السكوت علامة الرضا، صح كلامي؟ مقهورة. ليش مقهورة؟ ماني رايح أعمل معاملة وفاة. طلع، مفكرني مبسوطة؟ أنا بس عم أتزوجك مشان ابني، يعني مجبورة. سيارتي الحلوة قليلة، إنه حكينا كتير من قبل بهذا الموضوع. طيب خلص، قلت لك إني موافقة ويلا نتزوج. اسمعيني يا بنت، لك هاد زواج على الورق وبس، مو كأنك كتير عم تبالغي بردة فعلك؟ ما عم بالغ، بس يعني بتقدر تكون لطيف شوي معي؟ ما بتنتبه على حالك؟ شو هاد كأنك عم تهرب لك شي شغلة وخايف؟ عطيني هويتك بدنا نتجوز.